وتنضم إلينا الآن من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث أكثر عن تطورات العملات الأجنبية. أماني أهلا بك. بداية نتكلم عن آخر قرارات البنك المركزي الأسترالي الذي رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع، كيف من الممكن أن تنعكس ذلك على سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي؟ صباح الخير. طبعا صباح عندما نتحدث عن القرارات الجديدة التي اتخذها البنك الاحتياطي الاسترالي صباح اليوم، فهو رفع الفائدة بأكثر من المتوقع بين مستويات 35% نقطة مئوية بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى مستويات 85% نقطة مئوية، وتعتبر هذه يعني 50 نقطة أساس أكبر وتيرة ارتفاع أو رفع للفائدة منذ حوالي 12 عام، في الوقت الذي يحاول فيه الاحتياطي الاسترالي السيطرة أيضا على معدلات التضخم مع استمرار المشكلة الأساسية أو العائق الأساسي الذي يواجه الاقتصاد العالمي، وهو استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وإن كانت ليس بسبب البنوك المركزية ولكن بسبب مشاكل سلاسل التوريد والحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ويعني استمرار تفشي فيروس كورونا والإغلاقات وتداعيات هذا على الاقتصاد العالمي، مثل ما حدث في الصين، إغلاقات مستمرة منذ بداية العام في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا. ويعتبر أستراليا شريك تجاري أساسي طبعا بالنسبة للصين، فإغلاقات التي حدثت في الصين أثرت على وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل قوي جدا في أستراليا، مما دفع البنك الاحتياطي الأسترالي لرفع الفائدة، وإن كانت طبعا قد يكون لها عواقب أيضا على الاقتصاد الأسترالي الذي لم يتعافى حتى الآن من تداعيات فيروس كورونا ومن كسر سلاسل التوريد، ولكنه يعني يمكن القول أنه لا مفر أمام استمرار رفع الفائدة، متتبعا أيضا كمان القرارات التي أو رفع الفائدة أو وتيرة التشديد النقدي الذي يتبناها الفيدرالي الأمريكي. وجدنا أنه مع قرار ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بشكل قوي، ولكنه بدأ في التراجع تدريجيا وعاد لينخفض من جديد طبعا مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية من ناحية، ومن ناحية تانية يعني المخاوف من استمرار الضبوطات أو استمرار التداعيات زي ما قلت الوخيمة التي يعني فرضتها كسر سلاسل التوريد والشريك التجاري الأساسي مع الصين واستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والتحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، فكان البيان نوعا ما لم يكن متفائلا، وبالتالي وجدنا أن ارتفاعات الدولار الأسترالي لم تستمر وسرعان ما عاد ليتراجع من جديد أمام الدولار الأمريكي. نعم أماني، إذا ما انتقلت معك من الدولار الأسترالي إلى اليورو، كيف يتحرك الآن اليورو مقابل الدولار؟ طبعا بالنسبة لليورو كان يعني طوال الفترة الماضية عانى من تراجعات قوية مقابل الدولار الأمريكي مع تأخر البنك المركزي الأوروبي في وتيرة التشديد النقدي مقارنة ببنك إنجلترا الذي رفع الفائدة أكثر من 3 مرات حتى الآن، وأيضا الفيدرالي الأمريكي الذي يواصل رفع الفائدة بوتيرة سريعة وتقليص برامج شراء الأصول بوتيرة سريعة في محاولة السيطرة على التضخم. فطبعا تباين أداء السياسات النقدية كان يضغط على اليورو، ولكن وجدنا أن اليورو تراجعه أصبح أبطأ من مما سبق مع يعني إشارة محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في تصريحاتها الأخيرة أن البنك قد يبدأ في رفع الفائدة قبل نهاية الربع الثالث، بل أن معدلات الفائدة قد تصبح إيجابية في وقت قريب. طبعا هذا دعم عودة ارتفاع اليورو من جديد، أيضا توقعات بإنهاء البنك المركزي الأوروبي برامج شراء الأصول في وقت أبكر مما كان متوقع بنهاية الشهر المقبل، أيضا هذا دعم استمرار ارتفاع اليورو أو على أقل تماسك اليورو مقابل الدولار الأمريكي بالرغم من التحديات التي تواجه منطقة اليورو طبعا باعتبارها شريك تجاري أساسي مع يعني روسيا واستمرار التوترات والحرب الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا كان لها طبعا تداعيات سلبية، ولكن بدء البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية يعني نعم تماسك اليورو مقابل الدولار. نعم أماني، أيضا الليرة التركية تراجعت أمام الدولار، هل من الممكن أن تسجل الليرة التركية مستوى قياسي جديد في الانخفاض مع قرارات البنك المركزي التركي؟ يعني حتى الآن الليرة التركية لا تزال تواصل تراجعات قوية مع تبني
بنك مركزي التركي لسياسة خفض الفائدة بالرغم من ارتفاعات التضخم. وجدنا أن التضخم الآن يقترب من مستويات 70% في تركيا، طبعا تلك مستويات قوية جدا تتسبب في عزوف المستثمرين أو ابتعاد المستثمرين عن يعني الاستثمارات التركية وارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة بشكل عام والابتعاد عن الليرة التركية مع استمرار تراجعات التضخم، يعني أكبر وتيرة تضخم مقارنة بالدول المحيطة. وبالتالي سياسات البنك المركزي التركي حتى الآن يعني لم تؤتي ثمارها، وبالرغم من يعني سياسات البنك التي تدعم خفض الفائدة في محاولة لدعم الاستثمارات وجذب المستثمرين الأجانب، ولكن طبعا ارتفاعات التضخم القوية وقفت عائقا أمام هذا المخطط أو هذا السياسة أمام بنك المركزي التركي. وبالتالي فاستمرار سياسات خفض الفائدة واستمرار السياسات النقدية التوسعية في الوقت الذي يبدأ فيه أغلب البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية قد يضغط على تداولات الليرة التركية الفترة المقبلة. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد، شكرا جزيلا لك.